أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز إعفاء شعر الرأس بالكلية؟ وهل هو سنة؟ مباح، مباح، تغذية شعر الرأس مباحة، إلا إذا كان على صفة الكفار، على صفة رؤوس الكفار، هذا تشبه ولا يجوز. أما إذا أعفاه ولم يتشبه بالكفار في ذلك هذا مباح، إن شاء حلقه وإن شاء تركه. نعم. يقول: سلمك الله، في بقية سؤاله: هل هو سنة أم تشبه بالخوارج؟ مباح، ما هو سنة، مباح. اتخاذ شعر الرأس هذا مباح، لكن لا يجعله على شكل رؤوس الكفار. نعم.